كلها. تعمل لك فيديو كده وبتاع وقرشين وتظبط الدنيا انا عندي قناه على اليوتيوب فعلا. بس بحلل الدوري الانجليزي حاجات اوروبا انجليزي مع... طب فين الحاجات بقى اللي يعني اللي جوه كده عندنا؟ لا الحمد لله عندي اللي عندي لا الحمد لله عندي يعني الحمد لله والناس بتسمعني كويس جدا جدا جدا. وعندي وعندي بعمل حاجات للزمالك. ايه ارقام كويسه؟ بص انا وقفت انا داخل في موضوع التدريب. يعني درست في انجلترا خدت شهادتين من انجلترا في التدريب الله. وبعد كده رجعت الزمالك مسكت فرقه في الزمالك وبعد كده السنه اللي احنا فيها في اولها مسكت سموحه فرقه 2003 فوقفت 8 شهور عشان انا لما بحب اخش في حاجه بحب اخش اركز فيها قوي زياده عن اللزوم فوقفت الموضوع ده 8 شهور. ليه ما بتحللش الدوري المصري؟ بحلل الزمالك ماتشات الزمالك بس اللي بحللها. مش فاهم الجمله دي. بحلل ماتشات الزمالك انا راجل زملكاوي فبحلل ماتشات الزمالك. يعني اللهم زد علما بس اول مره حد يخش عليا الدخله دي. لا خالص يعني انا راجل انا راجل صريح يعني. لا انا بحلل ماتشات الزمالك وحللت ايه اللي يمنعك من تحليل بقيه الفرق؟ ما مش بص انا لما بحب حاجه بحب يعني انا من نوعيه الزمالك لو بيلعب مع المصري بيلعب مع الاهلي بحلل الزمالك بحلل الفرقتين بحلل الفرقتين الفرقه اللي قدامه كويسه بتبقى كويسه طبعا طبعا يعني بقيه الفرق يعني انا اتكلمت مثلا ماتش الزمالك ومصر قلت ان المصري عمل الشوط الاولاني شوط كويس جدا 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 لكن بعد كده يعني قلت بعد كده الشوط الثاني حصل فيه ايه والكلام ده كله كان ما بحللش الزمالك بس كزمالك لا بحلل الماتش تمام واتكلمت قبل كده على ماتش الاهلي وصن داونز ان الاهلي ازاي لعب صن داونز قبل الماتش اللي هو الزمالك امبارح والله بدايه كويسه مش وحشه مين يعني كان احسن امبارح في العام لحد ما نرجع للتفاصيل الزمالك طبعا الزمالك كان احسن